عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. ميسي متهم من صحف في أوروبا بعد مباراة السعودية والفوز العظيم تاريخي لمنتخبنا منتخب السعودية. في كده صحف في أوروبا بتقول إن ميسي يعني كان بيروح زيارات دايما هنا في المنطقة العربية، ويعني إن هو يعني معقولة معقولة الناس بتستكتر علينا الفرحة، الناس بتستكتر علينا إن إحنا نتقدم. أولا مش مفوت ولا حاجة، والعاقل يفهم ضربة الجزاء في الدقيقة 10 هو اللي سجلها ميسي، بعديها بدقايق جاله انفراد راح سجلها وفرح وجريوا عليه، والفار الحمد لله ربنا يكرمه لغى هدف ميسي. يعني في لاعب يفوت وجايب هدفين في ماتش، حاجة لا تعقل. الدقيقة الأولى العويس البطل العملاق العويس أنقذ هدف من ميسي بأعجوبة، لولا حط صابعه جد وطلعت كورنر. ميسي مواليد 87، ميسي مواليد 1987، عنده 35 سنة. تخيلوا بتاريخ ميسي ده كله العظيم ده، هيجي على نهاية كاس عالم هيلعبه نهاية كاس، ما هو مش هيقدر يلعب كاس عالم عنده 40 سنة، ما حصلتش يعني، على نهاية كاس عالم ليه هيفوت؟ وفي حد يسجل الهدف الاولاني ويسجل هدف تاني يبقى مفوت؟ احنا ليه بنقلل هناك؟ بيقللوا مننا، بيقللوا من انتصارنا وفوزنا وتقدمنا، ليه؟ ولا احنا اللي بقلل من نفسنا؟ بتهيألي صح؟ ده سؤال وياريتوا تكتبوا تعليق. احنا اللي بنقلل من نفسنا عشان كده حجمنا صغير قوي مع دول العالم، ولا مش فاهم؟ والله شكلها احنا اللي بنقلل من نفسنا، لان واضح ان في اوروبا مستقطرين علينا الفوز على الارجنتين. شكرا.